مساء الخير. اهلا يا استاذ. في حد سال عليا النهارده؟ لا. هو ايه يا بنتي اللي لا لا؟ هنبتدي اليوم باللخبطه بتاعتك دي؟ اصحي معايا شويه. ايه الورقه دي؟ ده اعلان جه لحضرتك النهارده من المحكمه الصبح. اعلان ايه؟ دي قضيه رد شرف وتعويض رافعها عليكي دكتور احمد طايع عن الاضرار اللي حصلت له بسبب اتهامك له في النيابه انه بيدور مكتبه في اعمال منافيه للاداب. طيب متشكره، اتفضلي حضرتك. انا مش عايزك تقلقي خالص يا مدام منى، الموضوع بسيط بس انا هبقى محتاج ان انا اتقابل مع الطرف التاني. يعني اوعي يا ماما كده، اوعي يا استاذ. ساعدني ان انا يا استاذه. استني ارجوكي، ما يصحش كده. هو انت فاكر ان الدعوه اللي انت رفعتها عليا دي هتهزني؟ تبقى بتحلم. استاذه ماما انا ماليش كلام معاكي، بيني وبينك المحكمه. امشي اطلعي بره يلا لو سمحتي. يا ابني المحاكم دي لعبتي، ملعبي، مش ممكن تغلبني فيه. انت مغفل. انا عمري في حياتي ما شفت راجل يقبل على نفسه انه يشتغل خضه. وانا عمري في حياتي ما شفت واحده معقده نفسيه زيك. انا معقده نفسيا وحقوده وغير متزنه نفسيا كمان. انت اللي زيك لازم تتحط تحت الملاحظه في مصحه نفسيه. ليه شايفني مجنونه قصادك؟ ايوه، وجنونك ده خطر عليكي وعلى كل اللي حواليك وعلى المجتمع كله. العقده اللي حصلت لك من الرجاله بسبب معاناتك اللي شفتيها معاهم. على فكره انت جبت الكلام ده منين؟ انت فاكراني نايم على وداني؟ ملف حياتك تحت ايدي. كل راجل دخل حياتك اداكي كف على وشك اقوى من اللي قبله. الذل والمهانه اللي اتعرضت لهم من الرجاله هم اللي فجروا طاقه الغل والنفسانه اللي جواكي. انا بقى هوريك الذل والمهانه على حق ربنا. لا انت زودتيها يا ريم. انا هوديك في داهيه يا ريم. يا ريم اطلبي البوليس يا ريم. البوليس يا ريم. اوعي انا هوريك. نزلي ايدك تحت. انا هوريك. نزلي ايدك يا ريم. اطلبي البوليس بسرعه. اوعي تتعدى عليا. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.